أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تجوز المضاربة بالأسهم المختلطة دون أخذ الأرباح السنوية منها؟ لا أعرف ما معنى المختلطة. كانت مختلطة من حلال وحرام فلا يجوز التعامل معها، وإذا كانت المضاربة نقية متمشية على السنة وعلى الشريعة فهي كسب طيب. المضاربة معناها أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به بجزء من الربح، فيقسم الربح بين صاحب رأس المال وبين العامل على حسب ما شرطاه. هذه هي المضاربة المشروعة. نعم.